مع الحوار ينضم إلينا الآن السيد رضوان العطرش الناشط السياسي. مرحبا بك سيد رضوان. السيد رضوان، يعني لو كنا نتحدث قبل قليل مع السيد عبد الكريم حول مسألة الترابط الاجتماعي بين السوريين، يعني أنتم في يدلب خير من طبق هذا الموضوع كونه استقبلتوا المهجرين، ومسألة الترابط هي ليست جديدة لديكم، لكن اليوم كنا نتحدث عن مسألة الترابط الاجتماعي بين السوريين. هم أصلا في منطقة ثانية، في منطقة أخرى تسيطر عليها جهة أخرى. اليوم كيف نقرأ تداعيات الزلزال على الحالة الاجتماعية بين السوريين تحديدا؟ نعم، بداية شكر لكم تلفزيون سوريا على هذه اللفتة الكريمة ودخولكم إلى الداخل السوري والبث من أرض الحدث. طبعا نحن كأبناء محافظة إدلب لدينا تجربة سابقة بعد 2016، بعد عمليات التهجير الديموغرافي، بعد اتفاقية أستانا تم تهجير معظم السوريين باتجاه إدلب. آنذاك كانت هناك حالة رائعة جدا من التعاطف والتآلف الاجتماعي بين أبناء الشعب السوري. كثير من العوائل سكنت ضمن أبناء أهل إدلب دون أي أجر، لكن بعد مرور سنين حالة الفقر ازدادت، اضطرت الناس إلى أخذ شيء من الأجار. لكن اليوم موضوع الزلزال السوري، طبعا الزلزال كان كارثي بكل معنى الكلمة، كارثة سياسية، كارثة اجتماعية، كارثة طبيعية. لكن من محاسن هذا الزلزال أنه أعاد اللحمة الشعبية للشعب السوري. حقيقة ما لاحظناه وما شاهدناه بأم عيوننا من تعاطف اجتماعي كبير جدا بين أبناء الشعب السوري، أنا كانت لي عبارة المنكوب يغيث منكوب. شاهدنا أهل الخيام، الفقراء، المساكين في الخيام قاموا بجمع. هذا ما لاحظناه حتى خلال الجولة التي نعم. كنا بها لاحظنا يعني أهالي المخيمات هم يقدمون أطعمة هناك للمتضررين من الزلزال. نعم يعني صح، من المخيم هو أصلا بحاجة إلى مساعدة، لكن هو اليوم يقدم مساعدة. نعم، يعني تم تطبيق الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تم تطبيق هذه الآية بشكل عملي في الشمال السوري، أبناء المخيمات يتبرعون لأبناء ضحايا الزلزال. أيضا الشيء الإيجابي جدا الزلزال والتعاطف الاجتماعي كسر الحواجز السياسية. الآن شاهدنا قوافل قادمة من مناطق سيطرة قسد، من أبناء دير الزور، أبناء العشائر العربية الأصيلة، أبناء المجتمع المدني في منطقة دير الزور، قاموا بإرسال قوافل إنسانية فاقت مساعدات الأمم المتحدة. ايضا هناك توجه من مناطق النظام لجمع تبرعات باتجاه مناطق ادلب. هذا الموضوع موضوع جدا ايجابي، هذا الموضوع كسر كل حواجز السياسه. طبعا هذه حواجز وهميه، نحن اطلقنا صرخه من بدايه الزلزال يجب علينا تحييد الملف السياسي عن الملف الانساني، يجب ان نظهر كانسانيين كشعب سوري انساني. من المعيب اخي الكريم ان نطلب المساعده من المجتمع الدولي ونحن كشعب سوري بيننا هذه الفجوة الوهمية. كما تحدث أن المنكوب يغيث منكوب. نعم. سيد رضوان، في نقطة أخرى، يعني إحنا على مدار أيام انتقلنا من ريف حلب إلى ريف إدلب إلى حتى ريف إدلب الجنوبي، يعني لاحظنا في نقطة هي مسألة الحواجز العسكرية. كان هناك يعني نوع ما من التسهيل، تسهيل انتقال الأفراد بين ريف حلب وريف إدلب، يعني رغم كل الخلافات القديمة ما بين فصائل الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام، لكن اليوم يعني جميع الفصائل التي واجهناها كانت هي يعني تقدم تسهيلات لعبور الناس. مسألة هذه يعني الحواجز العسكرية التي تنتشر في الشمال، كيف نقرأ عملها اليوم ما بعد الزلزال؟ في أو قبل الزلزال كان هناك صرخات وطنية سورية حقيقية بإزالة هذه الحواجز. تماماً، هي هذه الصرخات. هل ممكن أن الزلزال يعني يزيل هذه الخلافات؟ الصرخات التي سبقت الزلزال كانت صرخات قوية بإيجاد حالة من التآلف، من الحالة الإدارية الواحدة بين إدلب وبين الشمال السوري. واليوم الزلزال كان صرخة أقوى من الجميع. اليوم الزلزال يجب أن يوحد الشعب السوري. اليوم الحواجز العسكرية هي طبعاً حواجز لضبط الأمن. نعم. ليس إلا، لكن هذه الحواجز تسهل مرور جميع الناس رغم وجود بعض العوائق البسيطة. لكن اليوم بعد الزلزال يعني كان رسالة قوية جدا للشعب السوري، وخاصة الشعب السوري موجود بالشمال السوري. اليوم نحن يجب بعد هذه الأزمة، بعد هذه الكارثة، يجب أن نعيد أفكارنا من جديد، ترتيب أفكارنا من جديد على مستوى السوري في الشمال السوري. اليوم نحن بحاجة إلى إدارة واحدة، اليوم نحن بحاجة إلى إدارة كوارث. اليوم في كارثة في إدلب وفي شمال حلب،
اليوم من المعيب أن تعمل منظمة هنا منظمة هناك، من المعيب أن تكون إحصائية هنا تختلف عن إحصائية اللي في إدلب. إحنا اليوم بحاجة إلى إدارة كوارث. في كل دول العالم في أزمات وفي كوارث طبيعية، لكن الاستفادة من الكارثة أو في شيء اسمه فن إدارة الأزمة. نحن اليوم بأزمة، لكن يجب أن يكون هناك فن إدارة الأزمة. حقيقة بشار الأسد الذي هو كان سبب لتهجير الشعب السوري وقتله في هذا الزلزال يدير الأزمة بطريقة تختلف عنا. نحن اليوم أصحاب الوجع، أصحاب الألم. هو كان في استثمار سياسي نعم. في الزلزال، لكن الآن يعني كثر المناطق المتضررة بالزلزال هي يعني ريف إدلب وكذلك ريف حلب في منطقة جنديرس بريف نعم. مدينة عفرين. يعني لاحظنا أو سمعنا جميع نداءات الاستغاثة التي قدمتها المؤسسات سواء في القطاع الطبي، في القطاع الخدمي، في مسائل الإغاثة، ولاحظنا حتى التجاذب السياسي ومسألة تأخير المساعدات للسوريين والقرارات الأممية هذا الصدد. كيف يمكن نعمل نحن السوريين اليوم على مسألة يعني الاكتفاء الذاتي؟ صحيح نحن في منطقة يعني شريانها الوحيد هي البوابات الحدودية مع تركيا، لكن كيف يمكن تفادي هذه الأمور مستقبلا؟ وأيضا النقطة الأخرى كون الروابط الاجتماعية تعززت بشكل أكبر، هل يمكن اليوم فعلا للسوريين بغض النظر عن الطرف المسيطر أن يكونوا يعني يصلون إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي سواء في القطاع الطبي في القطاعات الأخرى؟ نطمح بعد هذه الأزمة أن نتحول من أزمة إلى إيجاد حلول مستدامة. بقائنا في موضوع الأزمة وطلب مساعدات العينية من الدول هذا شيء معيب. نعم لاحظنا نعم يعني اليوم إحنا اليوم بحاجة ننتقل دخول المساعدات ننتقل إلى حالة الإنتاج. لنا بالتاريخ عبرة، على سبيل المثال أنديرا غاندي في الهند. الهند تعرضت إلى كثير زلازل، كثير أزمات، لحروب. أنديرا غاندي طلب منها استقبال مساعدات إنسانية من الدول، رفضت غاندي، قالت أنا أريد شعب منتج وليس شعب مستهلك. اليوم نعم. نحن خلال السنوات السابقة كنا شعب مستهلك. اليوم لا يمنع أن نقوم بالاستفادة من رأس المال المقدم من الدول العربية والدول الأجنبية ومتبرعين شخصيين في إنتاج معامي. اليوم إحنا مثلا بحاجة إلى 2000 حرام، ليش ما يكون في عنا معمل بالشمال السوري في منطقة آمنة ينتج الحرامات؟ بحاجة أيضا إلى معمل إنتاج أدوية حقيقية، بحاجة مستلزمات طبية، بحاجة لكل شيء. هذا الموضوع بيولد عنا بالمستقبل فرص عمل جديدة، بيحول أيضا بيولد عنا حالة من الإنتاجية. موضوع الاتكال على المجتمع الدولي بكل صغيرة وكبيرة موضوع خطأ، وهذا الشيء خطأ قاتل. وحتى احنا في نظر المجتمع الدولي عم نعدي فئة مستهلكة. 12 سنة من الأزمة لازم نتعلم كيف ننتقل من حالة الأزمة إلى حالة حل الأزمة بطريقة مستدامة. نعم السيد رضوان الأطرش الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.